مؤخرا توصل العلماء إلى اكتشاف مذهل يمكن أن يغير مسار استكشاف المريخ بالكامل. يبدو أن هناك محيطات من الماء السائل على الكوكب الأحمر، لذا يبدو المستقبل مشرقا. يمكننا استخدام هذه المياه لدعم البعثات المستقبلية ومن ثم الانتقال إلى المريخ، لأننا لن نضطر إلى القلق بشأن مكان الحصول على هذا السائل الثمين، أليس كذلك؟ حسنا، هناك مشكلة كبيرة. توجد محيطات من الماء السائل في المريخ في أعماق أبعد مما يمكننا الوصول إليه. على الأقل هذا ما يشير إليه تحليل جديد للبيانات الزلزالية التي تم جمعها بواسطة مركبة الهبوط مارس إنسايت. يبدو أن الاحتياطيات الضخمة من الماء السائل هي أفضل تفسير لبعض الظواهر الزلزالية الغريبة في الكوكب الأحمر، لذا يصعب علينا الوصول إلى كل هذه المياه الثمينة، ولكننا بحاجة إلى العثور عليها لحل لغز التاريخ المائي لجارنا الترابي. وأول شيء يتعين علينا القيام به هو تحديد مكان وجود المياه ومقدار ما يخفيه الكوكب منها. الآن تتجول مركباتنا الجوالة على سطح الكوكب الأحمر وتجمع كل البيانات المتاحة عن جيولوجيا سطح الكوكب، وأصبح من الواضح بشكل متزايد أن المريخ كان مغطى بالمياه ذات يوم. تشير العديد من العوامل من تضاريس المريخ إلى قيعان البحيرات الجافة القديمة والدلتا إلى أنه كان هناك وقت كان فيه الكوكب رطبا جدا. في هذه الأيام لا يزال هناك بعض الماء على سطح المريخ وتحته مباشرة، لكنه في شكل جليد ولا يقترب بأي حال من الأحوال مما كان عليه المريخ في الماضي القديم. لفهم مقدار ما يمكن أن يكون موجودا على الكوكب الأحمر منذ مليارات السنين، يجب أن نعرف أين ذهب كل هذا الماء. هناك مكانان من الممكن أن يكون الماء قد ذهب إليهما، إلى الفضاء أو نحو داخل المريخ. بعد ذلك ربما تم عزله كخزانات سائلة أو رواسب جليدية. حاليا ليس لدينا أي طريقة لقياس كمية الماء التي تسربت ذات يوم، ولكن الآن يمكننا أخيرا معرفة المزيد عن المركز اللزجي للكوكب الأحمر. يعود كل الفضل لمركبة إنسايت، لكنها لم تعد تعمل الآن، لكن من نوفمبر 2018 إلى ديسمبر 2022 كانت تستمع إلى الأزيز والهدير وتراقب النشاط الذي يجري أسفلها. الحقيقة هي أن الموجات الصوتية التي يولدها النشاط الزلزالي في أعماق الكوكب يمكن أن تتغير وفقا لتركيب وكثافة المادة التي تتحرك عبرها هذه الموجات، ويمكن للعلماء الحصول على الكثير من المعلومات من خلال تحليل سلوك الموجات الزلزالية. في هذه الحالة استخدموا نموذجا مشابها لتلك المستخدمة لرسم خرائط حقول النفط الجوفية والطبقات الجوفية على كوكبنا، ثم بمساعدة هذا النموذج قاموا بتحليل البيانات التي جمعتها مركبة إنسايت على المريخ. اكتشفوا أن أفضل تفسير يمكن أن يكون وجود طبقة من الصخور المتشققة التي تمتلئ شقوقها بالمياه في أعماق سطح الكوكب الأحمر. يمكن أن تكون هذه الطبقة على عمق يتراوح بين 11 إلى 19 كيلومترا، لهذا السبب سيكون من الصعب للغاية على البعثات المستقبلية الوصول إليها. ومع ذلك فإن الاكتشاف الجديد قد يساعدنا في فهم دورة المياه على كوكب المريخ. إن تأكيد وجود مخزون كبير من المياه السائلة قد يساعدنا في إلقاء نظرة خاطفة على المناخ على كوكب المريخ في الماضي، أو كيف قد يكون يوما ما. وإذا كان المريخ يحتوي على الكثير من الماء ذات يوم، فربما كان صالحا للحياة في الماضي القديم، وقد يصبح صالحا للحياة في المستقبل. الماء ضروري للحياة التي نعرفها، لذا فإن مكامن المياه الجوفية على الكوكب الأحمر قد تكون صالحة للحياة بالفعل. ربما بينما نتحدث تعيش الكائنات الحية الدقيقة الصغيرة، أو حتى بعض المخلوقات ذات المجسات حياتها في كنف موطنها تحت السطح. على الأرض توجد حياة في المناجم العميقة للغاية، وقاع المحيط ذي الضغط الهائل ليس خاليا من الحياة أيضا. حتى الآن لم نجد أي دليل على وجود حياة على المريخ، ولكن في الوقت الحالي يبدو أن هذا المكان لديه القدرة على دعم الحياة. أظهرت بيانات إنسايت أنه من غير المرجح أن يكون هناك الكثير من الجليد المائي في القشرة العليا للكوكب، على الأقل في المنطقة المحيطة بالمركبة، ولكن إذا تبين أن هناك طبقة غنية بالمياه على مستوى أعمق تحت السطح وتمتد حول الكرة المريخية بأكملها، فسيكون هناك ما يكفي من الماء لملء قيعان المحيطات القديمة وأكثر من ذلك. المريخ ليس المكان الوحيد خارج الأرض الذي يحتوي على الماء أو حيث قد نجد الماء يوما ما. خذ قمرنا العجوز على سبيل المثال. على قمر الأرض الطبيعي يمكن العثور على الماء في جميع أنحاء السطح، لكنه ليس الماء الذي قد تتخيله. على القمر يبقى الماء في الغالب على شكل جليد وينتشر بشكل غير متساو. على سبيل المثال أقطاب القمر هي المناطق التي لا تتلقى ضوء الشمس أبدا، لهذا فهي شديدة البرودة، لذا فلا عجب في وجود الكثير من الجليد هناك. غالبا ما يختلط الجليد في هذه المناطق أيضا بالتربة القمرية ويختفي عميقا تحت السطح. ثم هناك إنسيلادوس، سادس أكبر قمر لزحل.
في الواقع إنه ليس كبيراً إلى هذا الحد، يبلغ عرضه 505 كيلومترات فقط. بعبارة أخرى، هذا القمر صغير بما يكفي ليتناسب مع ولاية أريزونا. ومن المثير للاهتمام أنه عندما وصل مسبار كاسيني الفضائي لأول مرة إلى زحل، كان الباحثون يتوقعون أن يكون إنسيلادوس كرة مجمدة من الجليد، لكن ما رأوه كان أعمدة من الجسيمات الجليدية وأبخرة الماء التي تنفجر من السخانات على سطح القمر. كان من الواضح أن هناك محيطاً ضخماً بين نواة القمر الصخرية وقشرته الجليدية. ثم هناك أوروبا، قمر المشتري. يعتقد العلماء أن هذا العالم هو أحد أكثر الأماكن الواعدة في النظام الشمسي عندما يتعلق الأمر بالبحث عن أشكال حياة جديدة، وذلك لأن أوروبا بها محيط ضخم من المياه المالحة يصل عمقه إلى 64 إلى 161 كيلومتراً. وعلى الرغم من أنه يقع تحت طبقة من الجليد، من المحتمل أن يتراوح سمكها بين 16 إلى 32 كيلومتراً، إلا أنه لا يزال صالحاً للحياة. يعتقد علماء الفلك أن أعمدة من الماء قد تنفجر من الشقوق في القشرة الجليدية وتطلق محتويات محيط القمر إلى الفضاء. تختلف درجة الحرارة والضغط والكيمياء كثيراً على أوروبا، ولا يزال علماء الفلك غير متأكدين بعد من طبيعة الجليد هناك. هذا هو السبب الرئيسي وراء عدم تمكنهم حتى الآن من معرفة مدى عمق أو حجم مكامن المياه على أوروبا ومدة إعادة تجمدها. لكن من بين كل الأماكن التي يمكن أن نجد فيها الماء في الكون، ربما يكون الفضاء المفتوح هو المكان الأغرب. في عام 2011 اكتشف فريقان من علماء الفلك سحابة من الماء تطفو بحرية بين النجوم، كانت أكبر وأبعد مكمن للمياه تم اكتشافه على الإطلاق. إذن هذه السحابة الضخمة من بخار الماء تحيط بثقب أسود، ولكن ليس أي ثقب أسود، هذا نجم زائف يقع على بعد 12 مليار سنة ضوئية من الأرض. يجب أن تكون الظروف المحيطة بهذا النجم الزائف مميزة حقا لخلق مثل هذه الكمية الهائلة من الماء. تحتوي هذه السحابة على 140 تريليون مرة من حجم كل الماء على الأرض، هذا يكفي لإعطاء كل شخص على هذا الكوكب ما يعادل كوكبا كاملا من الماء لعشرين ألف مرة. يبدو الأمر جنونيا، أليس كذلك؟ ولكن هناك شيء أكثر روعة. يعتقد علماء الفلك أن سحابة الماء هذه تشكلت بعد 1.6 مليار سنة فقط من بداية الكون نفسه. هذا الاكتشاف هو علامة أخرى على أن الماء كان موجودا في جميع أنحاء الكون حتى في أيامه الأولى. ولكن إليك المفاجأة، قبل أن يكتشفوا هذا لم يكتشف العلماء بخار ماء يعود لزمن بعيد جدا. بالتأكيد يوجد ماء في مجرتنا درب التبانة، لكن معظمه متجمد في الجليد. هذا الاكتشاف يوسع حقا حدود ما نعرفه عن الماء في الكون. خبث اكتشاف مروع في مصر منذ بضع سنوات، هل تريد أن تسمع عنه؟ 16 يدا بشرية مدفونة بعناية في 4 حفر مخيفة لم تبدو مثل الأيدي البشرية كثيرا في البداية، لأنها كانت كبيرة بشكل غير طبيعي، لكنها كانت كذلك. ومن الغريب أنه لم تكن هناك سوى أياد يمنى، ولم تكن هناك أياد يسرى في الأفق، واتضح أن هذا يشير إلى ممارسة طقوس قديمة مظلمة. تحدثت الفنون والحكايات المصرية القديمة عن احتفال يقدم فيه المحاربون اليد اليمنى لخصومهم كدليل على النصر ويطلبون الذهب في المقابل. كان المصريون يؤمنون بالحياة الآخرة، لذا فإن قطع يد شخص ما يعني قطع قوته إلى الأبد. كان ضمان هذا النوع من الهزيمة أمرا مثيرا للاهتمام بالنسبة للطرف الفائز. هنا كانت المعركة بين المصريين ضد الهكسوس الذين عاشوا فيما كان يعرف سابقا باسم كنعان. كانت مصر دائما مركزا لبعض الاكتشافات التي غيرت التاريخ، ومنذ بعض الوقت تم العثور على هذه البردية. إذا قمنا بتمديدها فستكون أكبر بقليل من ارتفاع ناطحة سحاب، أعني أصغر ناطحة سحاب في العالم، والتي تقع في ويتشيتا فولز في تكساس. عندما لم يكن البشر يكتبون على تطبيق نوتس الخاص بهم، كانوا يكتبون على هذا الشيء المصنوع من لب نبات البردي. منذ حوالي 2000 عام كتب المصريون القدماء شيئا يذكرنا بكتاب وصفوا فيه معظم تقاليدهم الجنائزية ورؤاهم للحياة الآخرة. تعتبر هذه المخطوطة من أهم النصوص في مصر القديمة، ولا تزال تباع في المكتبات حتى يومنا هذا. تم اكتشاف هذه المخطوطة القديمة في غرفة تقع جنوب هرم زوسر الواقع في سقارة. نعم، هرم زوسر هو أقدم هرم في مصر وليس أهرامات الجيزة كما يعتقد معظم الناس. في الآونة الأخيرة ضجت منطقة سقارة بعلماء الآثار المتحمسين
الذين ربما عثروا على واحدة من أقدم المومياوات الكاملة في مصر، ويعتقدون أن هذه المومياء الجميلة المحفوظة جيدا كانت لرجل ثري، وقد تم اكتشافها في بئر عميق مغطاة بطبقات من أوراق الذهب. هناك العديد من الرموز التي تشير إلى أنه كان رجلا مهما وثريا، مثل العصابة التي كان يرتديها على رأسه والسوار على صدره، وحقيقة أنه كان محنطا بقميص والذي كان مخصصا لأرقى المصريين. الجزء الأكثر إثارة في الاكتشاف بأكمله هو العثور على المقبرة المختومة في الملاط، تماما كما تركها المصريون القدماء قبل 4300 عام. قد يبدو هذا غريبا، لكن في عام 2008 اكتشف علماء الآثار هرما مفقودا اختفى بسبب تدهوره على مدى 4000 عام. اليوم لا يمكنك رؤية سوى قاعدته. كان موقعا مهما جدا في العصور القديمة، يقال إنه حول منطقة الهرم كان القدماء يستضيفون نوعا خاصا من الاحتفالات، حيث كان كبار الكهنة يحملون بقايا محنطة من الثيران المقدسة. إليكم حقيقة ممتعة، اعتقد المصريون القدماء أن ثيران آبيس كانت تجسيدات أرضية لإله مدينة ممفيس، وكانت مرتبطة بطقوس الخصوبة. لم تكن مجرد ثيران آبيس، كان لابد من أن تكون سوداء بالكامل مع علامة بيضاء واحدة بين قرنيها ومجموعة من الخصائص المحددة للغاية. تم اختيارها من قبل الكهنة المحليين وتكريمها حتى وفاتها. بعد ذلك تم تحنيطها ودفنها في صالات عرض تحت الأرض. اختفى هذا الهرم المفقود إلى حد ما في حوالي القرن 19، وكان عالم آثار ألماني هو أول من اكتشفه في قرية السقارة. أطلق عليه اسم الهرم بلا رأس عندما وجده لأول مرة، ولكن بعد سنوات من الاكتشاف الرسمي جاءت رمال الصحراء وغطت الشيء بالكامل. كانت هناك بعض الحفريات بين القرنين 19 و20، لكنها لم تكن منهجية للغاية. لهذا السبب كان العلماء سعداء للغاية عندما حفروا قاعدة هرم كاملة بعد إزالة كومة الرمال التي يبلغ ارتفاعها 8 أمتار والتي كانت تغطيها. واتضح أن علماء الآثار الأمريكيين يقومون بحفر مقبرة في مصر قد تحتوي على أكثر من 1,000,000 جثة محنطة. حتى الآن استخرج علماء الآثار حوالي 1,700 مومياء. أحد الاختلافات الرئيسية عن المومياوات المصرية الكلاسيكية الأخرى هو أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا ملوكا وفراعنة، كانوا من عامة الناس الذين عاشوا على الأرجح منذ حوالي 1,500 عام، عندما كانت مصر تحت سيطرة الإمبراطوريتين الرومانية والبيزنطية. ومع ذلك فإن اسم المقبرة رائع، فج الجاموس، فقط في حالة رغبتك في التحقق منها في رحلتك القادمة. بخلاف الثيران والجاموس، أحب المصريون القدماء أيضا قرود البابون. هل ترى نمطا هنا؟ وفي بداية القرن 20 اكتشف علماء الآثار موقعا مليئا بقرود البابون المحنطة في مكان يسمى وادي القرود. لم يكن من الممكن تحنيط حيوان ما إذا لم يكن يعتبر مهما. كانت بعض الحيوانات أكثر أهمية من غيرها لأنها كانت مرتبطة بآلهة محددة. كانت الذئاب مرتبطة بأنوبيس إله الحياة الآخرة القديم، وكانت القطط تشبه الإلهة باستيت. كانت قرود البابون ذات أهمية كبيرة، حيث كان يعتقد أنها مرتبطة بتوت إله الحكمة ومستشار رع، أحد الآلهة العليا في مصر. لم يكن علماء الآثار الذين درسوا داخل المقبرة سعداء للغاية، يعتقدون أن هذه القرود كانت تحفظ بالداخل وكانت محرومة من ضوء الشمس طوال معظم حياتها. كانت تعاني من نقص حاد في فيتامين د، وكانت تتغذى بشكل سيء. ربما غضب تحوت من حراس هذه القرود، مجرد تخمين. ولأن علماء الآثار في مصر لا يقضون يوما مملا على الإطلاق، فقد عثروا أيضا على مومياوات بشرية بألسنة ذهبية. ولأن المصريين كانوا مهتمين بالحياة الآخرة، فقد اعتقدوا أن الألسنة الذهبية قد تساعد الشخص على التحدث بمجرد انتقاله إلى الجانب الآخر. أعني إنه احتمال بعيد، لكن لم يمانعوا. تم وضع بعض هذه المومياوات في توابيت خشبية مع أشياء مثل القلادات والفخار والتحف الذهبية على شكل زهور اللوتس وخنافس العجل وهواتف آيفون. مجرد مزاح.
كما تم اكتشاف معبد جديد مؤخرا في مصر، يعتقد العلماء أنه كان مخصصا لتكريم زيوس كاسيوس. هذا الإله مزيجا بين زيوس الإله اليوناني العظيم للسماء وجبل كاسيوس. عند الحفر في شبه جزيرة سيناء في مصر، اكتشف علماء الآثار عمودين من الجرانيت الوردي يبرزان من الأرض، وها هي المفاجأة. يعتقدون أن هذه الأعمدة تمثل البوابة الأمامية للمعبد، وانهارت أثناء زلزال منذ سنوات عديدة. وبالحديث عن الآلهة، لم تكن هناك آلهة جادة فحسب، فقد اكتشف العلماء مؤخرا خاتما ذهبيا في مدينة جنوب القاهرة، ليس فرودو، إنه ليس سحريا، كان خاتما ذهبيا عاديا، لكنه كان يحمل صورة إله المرح المسمى رسميا بيس. غالبا ما يوصف هذا الإله في النصوص المقدسة بأنه قزم سمين سعيد. اليوم العديد من الوشوم التي نرسمها لا معنى لها وتصنع لأغراض جمالية فقط. في مصر القديمة كانت النساء يرسمن الوشوم كرمز للحماية أثناء الولادة، هذا ما يعتقده العلماء على الأقل. في منطقة النيل وجد العلماء بعض المومياوات التي كانت تحمل وشما محفوظا جيدا، وهو أمر نادر الحدوث نظرا لأن الجلد يتدهور بسهولة. قامت اثنتان من هؤلاء النساء بوشم أسفل ظهورهن، وكانت الرسومات بسيطة. كانت هناك في الغالب صور بما في ذلك نفس القزم السمين الذي تحدثنا عنه للتو بيس. كان لديه أيضا وظيفة جانبية كحام للنساء أثناء الولادة. هل ستصدقني إذا أخبرتك أن المصريين القدماء اخترعوا الروبوتات؟ لا؟ حسنا، هذا لأن هذا ليس صحيحا تماما. بالتأكيد كانوا علماء فلك ورياضيات ومهندسين، وبطريقة ما نجحوا أيضا في إدخال اختراع غريب في تلك الحزمة، إله آلي يسميه بعض العلماء حتحور. كان هذا التمثال الخشبي موجودا في متحف متروبوليتان للفنون لسنوات قبل أن يلاحظ أحد سره، وبمساعدة جهاز الأشعة السينية اكتشف المتخصصون نظام تشغيل ميكانيكي بداخله. يمتد المحور الشبيه بالبكرة من كتف التمثال إلى ساقه اليسرى، وعندما يدور النظام يرفع التمثال يده ويخفضها. مرحبا، اخترني اخترني، لقد رفعت يدي هنا. في فبراير عام 1961 كان ثلاثة من عشاق الصخور المغامرين يبحثون عن الجيود بالقرب من أولانشا في كاليفورنيا، وقد أخذوا إحدى الأحجار التي عثروا عليها إلى بلادهم ودرسوها لأنها بدت استثنائية إلى حد ما، وقد تمكنوا من قطع النسيج واكتشفوا شيئا غير متوقع في الداخل. وبدلا من التكوينات المعدنية المعتادة، كان بداخلها جسم أسطواني يشبه الخزف. كان هناك عمود معدني في قلب الجياد، وحوله غلاف سداسي الشكل مصنوع من النحاس وبعض المواد غير المعروفة. وكان مكتشفوه يأملون في أن يكونوا قد وجدوا نموذجا لبعض التقنيات المجهولة التي تعود إلى 500,000 سنة مضت. قد يكون هذا دليلا على وجود حضارة قديمة فائقة التقدم مثل أطلانتس، أو أن السفر عبر الزمن كان حقيقيا. ربما جاء شخص ما من المستقبل وأسقط القطعة عن طريق الخطأ، أو ربما أحضرتها بعض الكائنات الذكية من خارج كوكب الأرض عند زيارتها للأرض. إذا كانت أي من هذه النظريات صحيحة، فهذا يعني أنه على العلماء إعادة كتابة التاريخ البشري الذي نعرفه. لكن لم يشارك الجميع هذا الشعور بالإثارة، وظل الباحثون عن الحقيقة ودوائر علم الآثار البديلة يحاولون حل لغز ما يسمى بقطعة كوسو الأثرية حتى أواخر تسعينيات القرن الماضي بالعديد من النظريات والنقاشات. ثم قام بعض المشككين بالتقاط صور وأشعة سينية لهذا الاكتشاف وعرضها على جامعي شمعات الاحتراق، وقد أكدوا أن هذه القطعة الأثرية على شمعة احتراق بمكونات معدنية متآكلة تعود إلى عشرينيات القرن الماضي وليست تقنية قديمة على الإطلاق. وبعد مرور 20 عاما تقريبا، وافق أحد مكتشفي القطعة الأثرية على أخذها للفحص في جامعة واشنطن، وقد أكدوا رسميا أنها كانت شمعة احتراق تعود إلى 20ميات القرن 20. ولم يكن النسيج الحجري الذي يحتوي على القطعة الأثرية
عبارة عن صخور جياد، بل كان خرسانة. يمكن أن تتشكل هذه الأشياء بسبب العوامل الطبيعية على مدى عقود أو سنوات، ولكن ليس على مدى آلاف السنين. تعد قطعة كوسو الأثرية مثالا جيدا على قطعة أثرية وجدت في غير مكانها، وهذا ينتمي إلى علم الآثار الزائف. إنها شيء موجود في مكان أو زمن لا ينبغي أن يوجد فيه من الناحية المنطقية. تبدو هذه القطعة الأثرية متقدمة جدا بالنسبة للفترة الزمنية التي وجدت فيها، وقد تعني أيضا وجود نشاط بشري في زمن لم يكن من المفترض أن يتواجد فيه البشر. بطارية بغداد هي مثال آخر على هذه القطعة الأثرية. عثر عليها في ثلاثينيات القرن الماضي عالم آثار ألماني، وتتكون من جرة فخارية وأسطوانة نحاسية وعصا حديدية تمر عبر سدادة الجرة. ومن المحتمل أن الجزء العلوي منها الذي كان مكسورا قد غلق بالأسفلت. ولاحظ مكتشفها أنها تحتوي على معدنين مختلفين وربما إلكتروليت، وهي المكونات الرئيسية للبطاريات. لا توجد كتابات قديمة تدعم هذه النظرية، ولكن عندما أجرى العلماء اختبارات عليها وملؤوها بمحلول أيوني مثل الخل أو النبيذ، أظهرت أنها يمكن أن توصل الكهرباء. إذا كانت بالفعل بطارية تعود إلى 2000 عام مضت، فربما كانت تستخدم في الممارسات الطبية القديمة، أو حتى مدمجة في التماثيل لجعلها تبدو وكأنها تصدر صوت طنين لإثارة إعجاب الناس. ويعتقد كيونيخ الذي عثر عليها أنها كانت تستخدم في الطلاء الكهربائي، وهي عملية طلاء المعادن. وحتى لو كانت تستخدم كبطارية، فإن قطعة بغداد الأثرية لا تنتج سوى كمية صغيرة من الطاقة تبلغ حوالي فولت واحدا من الكهرباء. لذلك يعتقد بعض الناس أنه تم استخدامها لوضع المخطوطات المقدسة بداخلها. في ثلاثينيات القرن العشرين عثر زوجان على شيء غريب أثناء سيرهما على طول طريق ريد كريك في لندن تكساس. لقد كانت قطعة خشب بارزة بدت كتكوين صخري قديم، وبعد حوالي عقد من الزمن قرر ابنهما الذي كان فضوليا للغاية لمعرفة سرها فتح الصخرة، وقد وجد بداخلها مطرقة حديثة بشكل مدهش. لفت هذا الاكتشاف انتباه كارل بوغ، وهو أحد المؤمنين بنظرية خلق الأرض الفتية، وقد ادعى أن الصخرة المحيطة بالمطرقة تعود إلى العصر الطباشيري، واعتبر ذلك دليلا ضد نظرية التطور. وبعد إجراء بعض الأبحاث أثبت العلماء أن الصخرة لم تكن قديمة كما تبدو. لقد غطت العمليات الجيولوجية المطرقة الحديثة على مر الزمن، لذا لم يكن ذلك دليلا على تعايش البشر مع الديناصورات مثل آل فلينستون كما كان يأمل البعض. لقد كان الأمر مجرد حالة أسقط فيها عامل منجم مطرقته منذ قرون مضت، ثم قامت الطبيعة بعملها. يفترض أن عالم آثار صيني عثر على بعض الكهوف التي بدت وكأنها بمثابة مقبرة لكائنات صغيرة ذات رؤوس بيضاوية كبيرة. وإلى جانب هذه البقايا كانت هناك لوحات صخرية تصور أشخاص يرتدون خوذات مستديرة، والشمس والقمر والأرض والنجوم متصلة بمجموعات من النقاط بحجم حبة البازلاء. كما عثروا على أكثر من 700 قرص حجري غامض حفرت عليه شقوق حلزونية. أصبحت الأمور أكثر غرابة عندما تم إرسال هذه الأقراص إلى عالم صيني قال إن الشقوق كانت في الواقع حروفا مكتوبة. وبحسب ترجمته تحكي الأقراص قصة زوار دروبا من كوكب آخر. اصطدمت سفينتهم الفضائية بالأرض منذ حوالي 12,000 عام، وحاولوا العيش بيننا حتى طاردهم السكان المحليون، لكن لا يوجد دليل ملموس على أن أي من هذا قد حدث بالفعل. تم نشر القصة لأول مرة في ستينيات القرن الماضي في مقالتين، لكن الأمر كله بدا مريبا بعض الشيء. لا يبدو أن أي من الأشخاص المعنيين، عالم الآثار أو الأستاذ أو حتى الجامعة،
التي من المفترض أنهم يعملون بها قد تركوا أي دليل في الوثائق والسجلات. وعلى الرغم من وجود مجموعة في التبت تسمى دروبكا، إلا أنهم بشر بالكامل وليسوا زوارا من خارج الأرض، وليس هناك دليل قوي على وجود أحجار دروبا على الإطلاق. في منطقة نائية في الصين توجد بعض التكوينات الغريبة الشبيهة بالأنابيب المعروفة باسم أنابيب بايغون. عثر عليها مستكشف محلي في عام 1996 بارزة من جبل بايغونغ وعلى طول شواطئ بحيرة توسون القريبة. اعتقد البعض أنها كانت من عمل زائرين قدامى من كواكب أخرى. ها أنت الآن في حديقة وايلد لايف واندرلاند، هذا المكان المهجور المذهل. أقفاص الحيوانات هنا مليئة بالعشب، والمنازل الصغيرة هجرت منذ زمن طويل وأصبحت مغطاة بالعفن وشبكات العناكب. وبينما تسير في مبنى مظلم ترى أمامك توهجاً أخضراً، لتدرك أنه خزان ماء كبير بداخله مياه خضراء قديمة. لكن ما سيجذبك إليه؟ ظل سمكة ضخمة. لقد عثرت للتو على سمكة قرش بيضاء كبيرة وضعت في محلول الفورمالدهايد، مما حافظ عليها بشكل كامل تقريباً. عام 2012 أوقفت وايلد لايف واندرلاند أعمالها في استراليا، ونقلت كل الحيوانات من هناك، لكنهم نسوا سمكة القرش. في عام 2018 زار المستكشف الحضري لوك ماكفيرسون هذا المكان المهجور ونشر مقطع فيديو لسمكة القرش المحنطة. حصل الفيديو على ملايين المشاهدات ومنحت سمكة القرش اسم روزي، ومنذ ذلك الحين جذبت الحديقة العديد من السياح. لسوء الحظ كان من بينهم بعض المخربين، تعرض حوض السمك للتخريب ورسمت عليه رسومات الجرافيتي. طالب الناس بالحفاظ على هذا الاكتشاف غير العادي، وبعد بضعة أشهر بعدما دمر حوض السمكة بالكامل تقريباً نقل حوض السمك إلى مركز أحد المعارض، وهناك رمم الحوض وجدد السائل الذي بداخله للحفاظ على مظهر سمكة القرش. المكان المهجور التالي مخيف جداً، وربما هذا السبب وراء جذبه للكثير من الزوار. وصلنا الآن لجمهورية لتشيك، وبالتحديد قرية لوكوفا الصغيرة. هذه القرية الجميلة بمنازلها الصغيرة وشوارعها المريحة وطبيعتها الخلابة، سترى فجأة بين الأشجار ظلاً لكنيسة قديمة يوحي مظهرها بأنها مهجورة منذ زمن. الطوب قديم وطلاء الجدران باهت والسقف معدني صدئ. يبدو المكان مخيفاً بعض الشيء، لكن لا يمنعك هذا من الدخول. لو استكشف أحدهم هذا المكان ليلاً لهرب وهو يصرخ من هول ما سيراه في الداخل. يوجد في الكنيسة رعاة يجلس معظمهم على مقاعد ويقف البعض الآخر، لكنهم لا يتحركون لأنهم تماثيل من الجبس. لكن الأكثر رعباً أن كل تمثال مغطى بغطاء أبيض. عام 1968 بدأ سقف الكنيسة يتعفن وانهار في النهاية، فتوقف السكان عن المجيء إلى الكنيسة. في عام 2014 صنع أحد الفنانين بعض التماثيل من الجبس ووضعها هناك ليبدو البناء كأنه مسكون بالأشباح، وقد جذبت تلك التماثيل السياح من جميع أنحاء العالم، مما ساعد في جمع الأموال لترميم الكنيسة الصغيرة. تصل الآن للولايات المتحدة، تسير على طريق فاشون السريع. يوجد على جانبي هذا الطريق غابة كثيفة. وصلت إلى موقف الحافلات وترجلت من السيارة، لكن عليك الذهاب للغابة لرؤية الشيء الغريب الذي سمعت عنه. تبدأ بالتجول بين الأدغال وفي مستنقعات الطين وبين الأشجار، وإذ بك تصل إلى وجهتك. في البداية لا ترى شيئاً مميزاً، لكن بعد القليل من البحث تعثر على دراجة حمراء صدئة داخل إحدى الأشجار حرفياً، وقد أصبحت جزءاً من الغابة.
تبرز العجلات والمقود للخارج، وما تبقى موجود داخل الشجرة. ترجع قصتها إلى عام 1954، عندما حصل أحد الفتية في المنطقة على دراجة هوائية، لكنه لم يهنأ كثيراً بهديته، فقد كانت الإطارات رفيعة وقاسية، وبدا المقود شبيهاً بدراجة ثلاثية العجلات لطفل صغير. وذات يوم ذهب الصبي إلى الغابة للعب برفقة أصدقائه، ولم يكن لديه سوى تلك الدراجة. وعندما حان وقت العودة إلى المنزل، ترك الصبي دراجته قرب الشجرة التي واصلت نموها، وأصبحت الدراجة جزءاً منها. لنغادر الأماكن الباردة والمظلمة ونتجه مباشرة إلى وسط جنوب صحراء كاليفورنيا، فأشعة الشمس حارقة ولا شيء هنا سوى الرمال والأعشاب الجافة، وترى بعض الجبال من بعيد. مرت ساعتان على وجودك هنا، فتشعر بعطش شديد، وفجأة ترى الماء. أهذا السراب؟ تتجه نحو الماء آملاً بأن يكون حقيقياً. أجل، هذا ماء حقاً، لكنه ليس بواحة. يوجد هنا في وسط الصحراء بركة سباحة مجهولة. كم من الممتع القفز بداخلها. يطلق على هذا الحوض اسم سوشيال بول، وقد شيدت على يد أحد الفنانين في صيف 2014. بلا شك يمكن لأي أحد استخدام هذا الحمام، ولكن للأسف لن يتمكن الجميع من العثور عليها. أسوأ الحظ، لم يتبقى منها سوى هيكلها. لسوء الحظ، لا تحتوي الأماكن المهجورة على أشياء مخيفة وغريبة فقط، فيمكن لبعض الاكتشافات أن تجعل من وجدها ثرياً. نتجه الآن إلى منطقة الأضواء الحمراء في بيغال في مدينة باريس. إنها منطقة سكنية ولا يبدو شيء مهجوراً. تذهب إلى أحد هذه المنازل وتلتقي أشخاصاً عند المدخل يتحققون من صندوق البريد. تصعد الدرج وتتوقف عند باب أحد الشقق المتداعية، ثم تفتح الباب وتدخل. يذكرك ما تراه هنا بمشهد مخيف من فيلم عن منزل مسكون. كل الأثاث والديكورات قديمة من القرن الماضي. تبدو الشقة بأكملها وكأنها أثرية، وعلى كل شبر من هذا المكان طبقة سميكة من الغبار. ترى دمى قديمة مخيفة وألعابا ملقاة على الأرض وعلى الطاولات. أضف لهذا المشهد موسيقى مخيفة من صندوق الموسيقى، وستحصل على مشهد رعب متكامل. تشعر في هذا المكان وكأنك عدت بالزمن لقرن كامل، وهذا صحيح إلى حد ما. انتقلت مالكة الشقة منها في أربعينيات القرن الماضي، ولقد تركت كل شيء بها. بقيت الشقة على حالها 70 عاماً، إلى أن عثر عليها عام 2010، عندما بدأ الناس بتقييم ممتلكات صاحبة الشقة التي عاشت في مكان آخر ولم تخبر أحداً عن هذا المكان. وعندما فتح المثمنون الشقة، وجدوا لوحة للفنان الإيطالي جيوفاني بولديني رسمها في القرن 19، وقد بيعت هذه اللوحة ب2.5 مليون دولار. سنذهب الآن إلى صحراء أخرى، وهذه المرة في ناميبيا. يوجد هنا بين الكثبان الرملية في مكان ليس ببعيد عن ساحل المحيط بحيرة جافة وسفينة قديمة غارقة نصف مدفونة بالرمل، أو هذا ما تبقى منها. يبلغ عمر هذه السفينة البرتغالية حوالي 500 عام، وقد أبحرت أصلاً من لشبونة عام 1533، واختفت بالقرب من إحدى مدن مدينة تعدين الماس في ناميبيا. عند المشي بين الحطام يمكنك العثور على أجزاء من السفينة تعود لتلك الفترة، لكن الأكثر إثارة هنا صندوقاً من العملات الذهبية. تقدر القيمة الصافية للسفينة بأكملها، بما في ذلك الكنز الثمين، بأكثر من 12 مليون دولار. اكتشف الجيولوجيون الحطام عام 2008، ولم يعثروا على الكنز إلا بعدها ب8 سنوات. تسير الآن في شوارع نيويورك ماراً بزقاق مهجور مظلم، فترى بعض صناديق القمامة،
وتلاحظ لوحة قماشية بارزة من إحداها، فتخرجها من بين النفايات وتجد أنها لوحة مرسومة. الصورة غير واضحة جداً لكنها تبدو جميلة، فتشعر بأنها قطعة فنية ولا تنتمي للنفايات، وتقرر أخذها إلى المنزل. تحاول بعدها لأربع سنوات معرفة شيء عن هذه اللوحة، وفي أحد الأيام ترى موقعاً عن الأشياء القديمة على شبكة الإنترنت، فتكتشف أن هذه اللوحة تحفة فنية مفقودة تبلغ قيمتها $1,000,000. هذا ما حدث عام 2003 مع سيدة من نيويورك، عندما وجدت اللوحة في صندوق للنفايات فشعرت فوراً بقيمتها. علمت المرأة أن اللوحة سرقت من مالكها عام 1989، لذا أعادتها وحصلت على $15,000 كمكافأة. اسم اللوحة تريس بيرسوناهز، وهي من رسم الفنان المكسيكي روفينو تامايو عام 1970. اشتراها مالكها كهدية لزوجته، لكنها سرقت بعد بضع سنوات أثناء انتقال الزوجين إلى منزل جديد. والآن دعونا ننهي رحلتنا بأروع الاكتشافات وأضخمها. نحن الآن في تركيا، تعيش في منزل قديم منذ فترة طويلة وترغب في تجديد المكان، فتقرر التخلص من كل الأشياء القديمة، ثم تتذكر أن لديك قبو قديم لم تكن بحاجة إليه من قبل، لكنك تقرر الآن تحويله إلى غرفة. تبدأ بهدم الجدار، وإذ بك تكتشف نفقاً أسفل الأرض. تدخل النفق لتجد أنه لا يؤدي فقط إلى غرفة سرية، بل يقود إلى مدينة ضخمة تحت الأرض. كان هذا ما حدث عام 1963، حين اكتشف رجل تركي مدينة أثرية يصل عمقها إلى 18 طابقاً، يمكنها استيعاب حوالي 20,000 من السكان، إضافة إلى المواشي وإمدادات الطعام. إنها ليست مجرد متاهة من الأنفاق، يوجد فيها كنيسة ومدرسة واسطبلات ومطابخ وغيرها من سمات الحضارة. تأسست المدينة في العصر البيزنطي منذ أكثر من 1000 عام. من المحتمل أنه قد جرى بناؤها كمأوى من الكوارث الطبيعية والحروب. ومع ذلك، فالشيء الأروع أنها ليست المدينة الوحيدة تحت الأرض، فالعديد من الأنفاق الأخرى الممتدة لعدة كيلومترات تجاورها. يبحث العلماء عن قطعة أرض مفقودة منذ أكثر من 100 مليون عام. لا يبدو أن الأمر يستحق الحديث عنه، نظراً لأن البشر يبحثون عن معلومات حول تاريخ كوكبنا طوال الوقت. قد تعتقد أنها ربما كانت هذه الجزيرة الصغيرة في مكان ما في وسط المحيط. حسناً، قد تكون مخطئاً، لأنها كانت قارة بحجم الولايات المتحدة بأكملها. لزمن طويل كان الجيولوجيون يتساءلون عما إذا كانت قطعة ضخمة من أستراليا المعاصرة قد تبخرت في الهواء. يعتقد البعض أنها كانت ببساطة مختفية في مكان ما في قاع المحيط، ولكن بفضل بعض المتخصصين الهولنديين وبعد 7 سنوات من التقصي، نعلم الآن أن هناك أجزاء وقطعا من هذه الأرض المفقودة ممتزجة بالأرض أسفل الغابات الخضراء في جنوب شرق آسيا. إن القارات التي نراها في كتيبات الجغرافيا لدينا هذه الأيام تشبه قطع الأحجية المتناثرة، حتى أن هناك تجربة رائعة يمكنك إجراؤها لتشاهد هذا بنفسك. ابحث عن خريطة العالم عبر الإنترنت وقم بطباعتها، اقطع كل القارات واخلطها وأعد جمعها، سترى أنها جميعا تتناسب معا. ربما يكون أكثر ما يلفت الانتباه هو كيف تتناسب أمريكا الجنوبية تماما مع أفريقيا. إذا قمت بإزالة المحيطات التي تشكلت في آخر 200 مليون سنة، فإن القارات تبدو وكأنها تشكل حرف سي عملاقا، وهذا الحرف سي هو ما يسميه العلماء بقارة بانجيا العملاقة. كانت تسبح في محيط يسمى بانثالاسا، وكان الجزء الداخلي من هذا الحرف سي يحتوي على امتداد أصغر من الماء يسمى محيط تيثيس. في هذا المحيط الصغير تصبح الأمور مثيرة للاهتمام. في العصر الجوراسي اختفت هذه القارة التي بدأ العلماء يطلق عليها اسم أرغولاند، وتركت حفرة في أستراليا تعرف الآن باسم سهل أرغو السحيق. اعتقد الجيولوجيون في البداية أن هذا كله يرجع إلى عملية تسمى الاندساس. يحدث ذلك عندما تغوص قطعة من قشرة الأرض تحت قطعة أخرى وتعيد تدوير نفسها في وشاح الكوكب.
عادة يمكن للمتخصصين تتبع هذا التلاشي القاري من خلال الكشط، وهكذا اكتشفوا على سبيل المثال أن الهند اصطدمت بآسيا وأعطتنا جبال الهيمالايا المهيبة. لكن بالنسبة لأرجولاند كانت الأمور أكثر تعقيداً بعض الشيء. ظهرت مجموعة مختلفة من الأجزاء في أماكن مثل ميانمار وإندونيسيا، لكنها بدت كآثار تنتقل عبر الزمن وبدت أقدم بكثير من انفصال أرجولاند عن أستراليا. لقد أثار هذا ذلك السؤال على الفور، إذا كان بإمكان قارة واحدة أن تتصرف بهذه الغرابة، فكم من قارة أخرى تفعل شيء نفسه؟ ولحسن الحظ قام العلماء الآن بتجميع الجدول الزمني الكامل لأرجولاند واكتشفوا لغزها. لم تغرق ولم تبتلعها الأرض، لقد تحولت ببساطة إلى ما يطلق عليه أرجوبيلاغو، منقسمة إلى قطع أصغر تسمى القارات الدقيقة، طفت بعيدا عن أستراليا. قامت هذه القارة الصغيرة برحلة قصيرة قبل أن تستقر في غابات جنوب شرق آسيا. يتناسب هذا الاكتشاف مع لغز بانجيا بأكمله، فهو يساعدنا على فهم أفضل لكيفية تفكك القارات وتشكلها، كل ذلك في اكتشاف واحد يكشف أسرار التنوع البيولوجي والمناخ في ذلك الزمن البعيد. إذا كنت ترغب في اكتشاف المزيد من الأسرار حول التاريخ أو الحضارة أو الأشياء العشوائية اليومية، فتأكد من الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة. هناك على سبيل المثال اللغز الكامن وراء خط الأنواع غير المرئي هذا في إندونيسيا، ويسمى خط والاس، الذي سمي على اسم المستكشف البريطاني ألفريد راسل والاس. منذ أكثر من 150 عاما كان والاس في رحلة حول أرخبيل الملايو، حيث زار آلاف الجزر. ما وجده هو أن الحيوانات الموجودة على أحد جانبي هذا الخط الغير المرئي كانت مختلفة بشكل كبير عن تلك الموجودة على الجانب الآخر. هذا الخط غير المرئي يشبه الجدار بين الجرابيات والنمور على سبيل المثال، أو طيور آكلات العسل وطيور النهاس. لكننا نعلم الآن أنه قبل حوالي 35 مليون سنة انفصلت أستراليا عن القارة القطبية الجنوبية واصطدمت بآسيا، وقد أحدث مثلث الحب القاري تغيرات كبيرة. لم يغير ذلك شكل الأرض فحسب، بل عبث أيضا بأنواع الحيوانات الموجودة على جانبي خط والاس. وفي الآونة الأخيرة نشر مجموعة من المتخصصين دراسة تقول إن هذا الاصطدام والفوضى المناخية جعلت الأنواع الأسيوية تعيش بشكل مريح في أرخبيل الملايو، وفي الوقت نفسه لم تكن الحيوانات الأسترالية سعيدة بالبيئة الجديدة. كان الجو حارا ورطبا جدا بالنسبة للبعض، والبعض الآخر لم يتمكن من التعايش مع نمط الحياة في الجزيرة الاستوائية. فقط لأنها لم تتغير كثيرا خلال حياتنا، فهذا لا يعني أن قاراتنا ستبدو هكذا إلى الأبد. لقد تطورت من هذه القارة الكبيرة الضخمة، ومن المرجح أن ينتهي بها الأمر في وضع مماثل في المستقبل. وفي هذا الصدد حاول عالم جيولوجي من إحدى الجامعات الأوروبية التنبؤ بمستقبل القارات العملاقة للأرض. كنقطة بداية استخدم الزلزال الذي وقع في البرتغال في عام 1755 عندما تصرفت الصفائح التكتونية بشكل مختلف قليلا عما ينبغي. وبعد سنوات من البحث توصل إلى نظرية في عام 2016، كان يعتقد أن الالتحام الموجود بين هذه الصفائح التكتونية قد يتفكك، مما يمهد الطريق لتمزق أكبر. يبدو الأمر كما لو أن الزجاج يتشقق بين فتحتين في الزجاج الأمامي للسيارة. إذا حدث هذا يمكن أن تمتد منطقة الاندساس من البحر الأبيض المتوسط على طول الطريق حتى أيرلندا، جالبة البراكين والزلازل والجبال الجديدة إلى هذه المناطق. وإذا سارت الأمور وفق هذا الترتيب فسوف يختفي المحيط الأطلسي وكذلك المحيط الهادئ، ويتحول إلى امتداد كبير من الماء. فبدلا من القارات السبع التي نعرفها اليوم، سنحصل على قارة عملاقة جديدة أطلق عليها اسم أوريكا، لأنها ستضم أستراليا والأمريكتين في وسطها. لكن هذا ليس التصور الوحيد المحتمل، قد تكون نوفو بانجيا مثالا آخر، ومن السهل التنبؤ بها حيث يظل المحيط الأطلسي مفتوحا وينتهي المحيط الهادئ. ثم هناك أماسيا. بالنسبة لهذا عليك أن تتخيل اختفاء المحيط المتجمد الشمالي وبقاء المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. كل شيء ينتقل إلى الشمال حول القطب الشمالي باستثناء القارة القطبية الجنوبية. التصور الأخير سيكون ما يسمى بانجيا الأخرى. قم بإبطاء تمدد المحيط الأطلسي وستظهر صفيحة اندساس جديدة على الساحل الشرقي للأمريكتين. وفي كلتا الحالتين إذا اصطدمت جميع القارات في المستقبل مرة أخرى، يقول البعض إن هذه التجربة لن تكون ممتعة. من المعتقد أنه خلال 250 مليون سنة تقريبا سنشعر وكأننا محاصرون في كيس بلاستيكي شديد الحرارة ومبلل، ومن الغريب أن ذلك الكيس سيكون أفضل مكان للعيش فيه على وجه الأرض، وهي المناطق الساحلية
أما المناطق الداخلية فستكون حارة كصحراء مشتعلة. العديد من أنواع الحيوانات التي نعرفها اليوم قد لا تنجح في الصمود. أما بالنسبة لنا نحن البشر فسنحتاج إلى أن نكون مبدعين إذا أردنا تحمل الحرارة. ومع ذلك يجب أن نكون ممتنين. لا تزال هذه النماذج الرقمية رائعة لأنه يمكننا استخدامها لاختبار جميع أنواع الأفكار المثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، كيف يمكن لهذه القارات العملاقة أن تعبث بالمد والجزر؟ مع الأخذ بعين الاعتبار الرحلات الفضائية المستقبلية، يمكن لهذه النماذج أن تساعدنا على فهم مناخ الكواكب الخارجية أيضاً، تلك التي تقع خارج نظامنا الشمسي. في الشمال الشرقي من تايلاند تسبح عائلة من الحيتان الحجرية الضخمة في الغابة. بالطبع هذه ليست حيتاناً حقيقية، بل في الواقع جزء من تكوين صخري عمره 75 مليون سنة. منذ زمن بعيد كان هذا الجزء من تايلاند صحراء قاحلة، دفعت حركة قشرة الأرض الحجر الرملي لأعلى ليكون هذه الجبال الرائعة. يمكن لأي شخص يرغب بالوصول مشياً إلى هذا المعلم أن يقضي يومه في السير لمسافات طويلة، وهذا ما زاد من شعبية هذا المعلم بين السياح. وبمجرد أن تصل إلى الجزء الأخير من أحد الحيتان وتنظر للأسفل وترى بحراً أخضر على مد البصر ستدرك السبب. أثناء تنزهك في هذا المكان سترى الشلالات ومجموعة كبيرة ومتنوعة من النباتات والحيوانات الغريبة، ويمكنك حتى أن ترى من الأعلى دولة لاوس المجاورة. أشكال هذه الحجارة مماثلة تماماً لأشكال الحيتان التي تسبح معاً، لذا لا عجب من تسميتها بصخرة الحيتان الثلاثة. ويا لها من طريقة لرؤية تايلاند على ظهر حوت حجري عملاق. أثناء عمليات الحفر في أحد المناجم الكندية في مارس عام 2011 وجد عامل اكتشافاً صادماً. كانت عينة لنودوسور، أو كما يطلق عليه العضايا المدملكة، محفوظة بشكل شبه ممتاز. بلغ وزن هذا الديناصور المنقرض حوالي 1360 كيلوغرام وبطول 5.5 أمتار. ورغم أن العضايا المدملكة يتجاوز عمرها 110 مليون سنة، لكنها محفوظة بشكل جيد، بحيث يمكنك رؤية الدروع الثقيلة الواقية للجسم والجلد المتقشر الذي غطاها. استغرق الأمر قرابة عام كامل من العمل الشاق للكشف عن هذا الاكتشاف المذهل. كشف أخيراً الستار عن هذه الأحفور في متحف كندي، وذلك عام 2017. المثير للدهشة كان ما أظهره أحد تحاليل الجلد الذي كشف عن فروق لونية ربما مكنت العضايا المدملكة من التمويه كما تفعل السحالي والعث في عصرنا هذا. هذا بالإضافة إلى العمود الفقري والحراشف التي تجعلها كأنها مدرعة تسير على الأرض. لا تزال هذه العضايا المدملكة قيد الدراسة حتى اليوم، وقد تصبح واحدة من أهم الأحافير المكتشفة منذ وقت طويل، إذ يمكن أن تساعدنا تفاصيلها في الكشف عن المزيد من أسرار الماضي. مخطوطة فوينيتش الوثيقة الأكثر غموضاً في العالم. كانت هذه المخطوطة لغزاً لكل من ينظر إليها منذ اكتشافها عام 1912، وهي معبأة بصور لنباتات غير عادية وأشكال غير معروفة ورموز للأبراج. لكن ما سيلفت نظرك فيها الكتابة. اللغة المستخدمة في كتابة النص غير مفهومة إطلاقاً، لا يعلم أحد ما تقوله أو من كتبها أو أين كتبت. لا نعرف حتى إن كانت لغة حقيقية أم وظيفية أم قد صممت لهذا النص فقط. ويساويها بالغرابة رسومات النباتات المختلفة. يمكن التعرف على معظم النباتات الموجودة في المخطوطة على أنها نباتات، لكنها لا تتطابق مع أي نوع نعرفه. ادعى أستاذ في علم اللغة التطبيقي في إنجلترا فكه لرموز بعض الشخصيات في المخطوطة، لكننا لم نتمكن من الكشف عن المزيد من المعلومات عن هذا النص الغامض. إن قررت يوماً ما النزول لأسفل الأرض، فاحرص على زيارة الفوهات الغامضة في كوينزلاند. إذا كنت تنوي النزول إلى الأسفل، فلا تنسى زيارة الحفرة الغامضة في كوينزلاند، في منتصف الطريق بين مدينتي بوندابيرغ وجينجين. ستجد أحد أكثر الاكتشافات المحيرة في أستراليا. في عام 1971 كان الموقع ملكاً لمزارع يزرع الكوسة والبطاطس، وعندما حاول المزارع توسيعة مزرعته كان يضرب أثناء الحرث صخوراً كبيرة في الحقول،
وعندما تفحص الصخور التي وجدها وجد أحافير بحرية وبعض الحفر الغريبة. نقل المزارع اكتشافاته إلى أساتذة الجيولوجيا الذين شرعوا في دراسة تكويناتها. عندما بدأ الجيولوجيون بالحفر في المنطقة اكتشفوا طبقة ضخمة من الحجر الرملي وبقعة حجرية كانت مغطاة بأكملها بالحفر. كان إجمالي عدد الحفر 35 حفرة، ويقدر عمر طبقة الصخور بحوالي 25 مليون سنة. يعتقد العلماء الذين يدرسون هذا اللغز أن الينابيع الساخنة ونشاط المحيط السابق والنيازك هي المشتبه به الرئيسي وراء تكون الحفر. وأود أن أعرف من سمى هاتين المدينتين ببوندا بيرغ وجينجين. يا لها من أسماء مرحة. سنتحدث الآن عن آلية أنتي كثيرة، وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر قديم ولا يزال يحير العلماء بتصميمه الاستثنائي. قبل حوالي 2000 عام غرقت سفينة يونانية قرب ساحل جزيرة أنتي كثيرة. اكتشف حطام السفينة عام 1900، وحينها أنقذ الغواصون بعض القطع الأثرية القديمة. عندما بدأ علماء الآثار بفرز الاكتشافات من بين الحطام وجدوا شيئا لم يتناسب مع ما حوله من أشياء. لقد كان الحطام قديما، لكنهم وجدوا جهازا مذهلا متطورا تكنولوجيا تعمل كآلة حاسبة وتتيح لمستخدمها معرفة الوقت وحركات النجوم والكسوف والأطوار القمرية وحتى العد التنازلي لأحداث كالألعاب الأولمبية، وذلك كله بدقة مذهلة. يكاد يستحيل تصديق أن كل هذه التكنولوجيا قادمة من حطام يوناني قديم. لم تصل أي آلة لتطور هذه الآلة حتى القرن الرابع عشر، عندما بدأ صنع الساعات ذات التروس في أوروبا. كيف صنع هذا الجهاز منذ زمن بعيد قبل عصره ب1400 عام؟ هل يمكن أن نصدق أن غرق أنتي كثيرة وفقدان هذه الآلة الحاسبة أديا إلى تأخير تطور التكنولوجيا لمئات السنين؟ من ناحية أخرى، تجد جبال القوقاز القريبة من البحر الأسود من المناطق القليلة في أوروبا التي لم تشهد تأثيرا بشريا يذكر، رغم أن معظم أصحاب البشرة البيضاء يشار إليهم بالقوقازيين. لكن وجد علماء الآثار العديد من الهياكل الصخرية القديمة في هذه المنطقة. تحتوي الآثار الشبيهة بالمنازل والمعروفة باسم الدولمينات على مجوهرات وأدوات برونزية والعديد من الأواني الفخارية. لا يعرف علماء الآثار من بناها والسبب من بنائها والغاية الحقيقية منها. كانت الحجارة المكونة لها إما حجرين مرتبطين بحجر كبير كسقف، وإما حجارة صغيرة مرتبة كالجدران بها ثقب من جانب واحد فقط. ووجدت أيضا سدادات حجرية لإغلاق كل ما بداخلها. الغريب بهذه التكوينات الحجرية أنه لم يعثر عليها في القوقاز فقط، بل وجدت في جميع أرجاء الأرض، في أستراليا وكوريا الجنوبية وكولومبيا وأفريقيا وحتى في فرنسا. لا يزال الغرض منها مجهولا، لذا لا يسع العلماء سوى التكهن. كان اكتشاف ضريح الإمبراطور الأول للصين في عام 1974 من الأحداث الموثقة بدقة، فمن يمكنه أن ينسى العثور على 8000 من محاربي التيراكوتا يحمون المدخل؟ كانت معظم التماثيل لمحاربين، ولكل واحد منهم تعابير وجه مميزة. هناك أيضا خيول وعربات تيراكوتا بحجمها الكامل من أجل توفير حماية إضافية. ما لا يعرفه الجميع أن بعض مناطق هذا القبر لم يدخلها أحد بعد. يعزف علماء الآثار عن الموقع لأن المنطقة بأكملها غير مستقرة. قد يكون هناك شيء مدهش في الداخل، ولا يريد أحد المخاطرة بفقدان جزء مذهل من التاريخ. في النهاية سيرسل الباحثون روبوتات صغيرة إلى المقابر غير المفتوحة للوصول لفكرة أفضل عما بداخلها. حتى ذلك الحين يتعين على علماء الآثار الانتظار لفترة أطول لمعرفة أسرارها. في جنوب كوستاريكا اكتشف الناس مجموعة من الكرات الحجرية الغامضة. هناك أكثر من 300 كرة منتشرة في المناطق الطبيعية، ويبلغ عرض بعضها تقريبا 2.1 متر. لا أحد يعلم الغرض منها أو كيف تكونت. الشيء الوحيد الذي نعرفه المادة التي صنعت منها، وهي صخور الجابرو البركانية. يحتاج نحت الأحجار بهذه الأشكال الكروية المثالية للكثير من الوقت والجهد، لذا يعتقد الباحثون أنها ربما صنعت على يد أناس قد انقرضوا باستخدام أدوات بدائية
وأفضل نظرية من بينها تلك التي تشير إلى استخدامهم الحجارة الصغيرة كالإزميل لنحت حواف الصخور قبل استخدام الرمل لتنعيم الحواف. ويظن البعض أن الغاية منها كانت للأغراض الفلكية أو أنها استخدمت كعلامات للإشارة إلى طريق ما، لكن لا أحد يعرف الحقيقة بالضبط. لقد ضاعت أهميتها مع ضياع الحضارة التي صنعتها. يقع تكوين يونا جوني الصخري على الشريط الجنوبي لليابان وعلى بعد 120 كيلومترا من تايوان. لاحظ غواص محلي هذه التشكيلات لأول مرة في عام 1986 أثناء عمليات البحث عن مواقع جديدة للغطس لاستقبال السياح. عندما رأى الغواص الدرجة الضخمة الشبيهة بالأهرام ظن أنه اكتشف مدينة تحت الماء. يعتقد بعض علماء الآثار أن هذه المنحوتات الصخرية قد تكون دليلا على حضارة أسطورية في المحيط الهادئ كحضارة أطلانتس التي اختفت في المحيط منذ آلاف السنين. هناك إفادات بوجود علامات على الصخور توحي بوجود أعمال المحاجر، حتى أن بعض الناس ادعوا بوجود صور باهتة لأناس وحيوانات منحوتة في الصخور، ومع ذلك لم يدعم أي من هذا بالكثير من الأدلة. يعتقد معظم الخبراء أن التكوين طبيعي وأن تناسق الصخور كان مبالغا به، وهي ليست مستقيمة كما أبلغ عنها، ويبدو أنها صخور صلبة وطبيعية وليست كتلا منحوتة. بمعنى آخر فالشبه بينها وبين حضارة غارقة مجرد صدفة. في تركيا اعتقد علماء الآثار أنهم ربما وجدوا أقدم بناء معروف في العالم بعمر يتجاوز 10,000 عام. وفقا لرأي الخبراء وجد هذا البناء في منطقة كانت في السابق موطنا للمجتمعات الزراعية القديمة. هذه الأحجار المتراصة التي يصل ارتفاعها إلى 5.5 أمتار كانت تستخدم على الأرجح للمناسبات الاجتماعية ولتأدية بعض الطقوس، لكن لا أحد يعلم أكثر من ذلك. تبدو هذه الهياكل الحجرية الكبيرة بشكل إنسان مع صور لحيوانات نحتت عليها. وفي مكان قريب وجد الباحثون آثارا لأماكن سكنية، مما يشير إلى أن هذه الآثار المدهشة ربما تكون إشارة لبداية التوجه نحو الحضارة الحديثة. تعد القطع الأثرية في كوين بايا من أكثر القطع التي عثر عليها إثارة للفضول على الإطلاق. ما يثير الفضول بهذه القطع الأثرية الشبه الكبير بينها وبين الطائرات الحديثة، فهي ديناميكية هوائية أو انسيابية لدرجة أن العلماء المعاصرين ظنوا أنه يمكن استخدامها كمخططات أولية لطائرة تعمل فعلاً. عام 1994 صمم مهندسا طيران نماذج كبيرة لهذه القطع الأثرية. لقد أثبتوا أن هذه التصاميم قادرة على الطيران بالقليل من المساعدة من المحركات الحديثة. المدهش حقاً أن هذه الأشياء قد تكون أقدم بآلاف السنين من أول طائرة للأخوين رايت. هذا ليس إلا لغزاً آخر من بين الكثير من الألغاز الرائعة في عالمنا الكبير. أول قاعدة هي ألا تفزع، هذا ما قاله المرشد، يعطي مايك بدلة سميكة. الطقس حار هنا وتبدو البدلة ثقيلة جداً، يضيف المرشد. لا يمكنك الذهاب بدونها. يرتدي مايكل البدلة فيشعر بالقشعريرة تسري في جسده كله، فيسأل لماذا هي بهذه البرودة؟ فيشرح المرشد أنها مصنوعة من قماش تبريد خاص سينقذ مايكل من التعرض لضربة حر بداخل الكهف. يعطيه المرشد أيضا أنبوب أكسجين وقناع، فيسأل مايكل هل سنغوص؟ ويجيب المرشد لا، لكن ستمتلئ رئتاك بالماء إذا لم تستخدمه. ترتعش ركبة مايكل من الخوف وتساوره الشكوك في الفكرة بأكملها. يواصل المرشد حديثه بينما يدخل إلى المكان المظلم تحت سفح الجبل قائلا مرحبا بك في أحد أخطر الكهوف على الأرض. يسمى هذا المكان كهف الكريستال ويقع في المكسيك. تسربت الصهارة إلى هنا من باطن كوكبنا الملتهب منذ 26 مليون عام. كانت بعض الصهارة تصل إلى هنا مرة تلو الأخرى ثم تبرد حتى وصل الكثير منها وكونت جبلا. إلى جانب الصهارة وصل أيضا إلى هذا المكان الماء الغني بالمعادن، تسرب عبر الأنفاق الصخرية حتى كون كهفا تحت الجبل. ثم ظهر شيء غريب في هذه المياه الساخنة، شيء يبدو أنه من كوكب آخر. ينزل مايكل ممسكا بالحبل
ينير الظلام الذي لا نهاية له مستخدما مصباحا يدويا. يصبح الهواء ساخنا وثقيلا، تحوم جزيئات شديدة الصغر من الماء حوله، وقد نزل مع المرشد إلى حوالي 300 متر، هذا مساو لنصف ارتفاع مبنى إمباير ستيت. يرتفع ضغط الهواء وكأنهما يقتربان من لب الأرض، وأخيرا ينتهي نزولهما ويقفزان على أرض صلبة. يضع المرشد قناع الأكسجين ويخبر مايكل أن يفعل الشيء نفسه. لا يمكنك التنفس في هذا الجو الرطب والحمضي، قد تمتلئ رئتاك بالماء مما يؤدي إلى عواقب وخيمة. يشعر الهواء هنا مايكل كأنه يسير في ضباب كثيف. تصل درجة الحرارة إلى 58 درجة مئوية، أي أشد حرارة من أشد صحاري الأرض قيضا. ينير مايكل طريقه ويلاحظ شيئا كبير الحجم له لون أبيض ولامع. إنها عارضة ضخمة من الكريستال تخرج من الأرض وتتجه إلى الأعلى. يمتلئ الكهف كله بهذه الأشياء الضخمة، تخرج من كل الاتجاهات وتستند على السقف والحوائط، وفي بعض الأماكن تسد الطريق وأحيانا تعمل بمثابة جسور. يصعد مايكل إلى أحد العوارض الكريستالية ويسير عليها. يشرح المرشد أن كل عمود منها مصنوع من الجس. إنك تعرف هذا المكون، فهو يدخل في إنتاج الجبس الذي يستخدم في البناء. يلمس مايكل السطح الصلب لإحدى العارضات، تبدو كأنها من صنع إحدى الحضارات القديمة. يقول المرشد إن كل شيء داخل هذا الكهف طبيعي. اكتشف هذا الكهف لأول مرة اثنان من عمال التعدين عام 2000، ومنذ ذلك الحين استطاع العلماء العثور على بعض الكريستالات التي تعود إلى 500,000 سنة. كذلك يمكنك العثور على أكبر حبة كريستال طبيعية المنشأ في العالم في هذا الكهف. طول هذه العارضة 11 مترا ووزنها 55 طنا. كان هذا المكان مملوءا بالمياه الغنية بسلفات الكالسيوم، تستطيع هذه المادة تكوين المعادن، وينتشر نوع من الجص عديم اللون هنا. يساعد الماء والهواء الدافئ في تكون هذه الكريستالات. لم تتغير الحرارة والرطوبة هنا منذ قرون، لذا تستمر هذه العواميد في النمو حتى الآن. هذا المكان مذهل، يريد مايكل أن يبقى لمدة أطول لاستكشاف الكهف، لكنه خطر لسوء الحظ. قد يضلان طريقهما أو ينزلقان على إحدى الصخور الجصية، كذلك فإن الأكسجين قد أوشك على النفاذ، فيصعدان على السطح. يخرجان من الكهف فيجدان الشرطة. يتضح أنه من الممنوع للسياح دخول الكهف، حتى العلماء يتوجب عليهم الحصول على تصريح خاص لزيارته، وهذا مفهوم لأن هذا الكهف من أخطر الأماكن على سطح الأرض. يدفع مايكل والمرشد غرامة ويغادران المكسيك. محطتهما التالية هي إيطاليا. يقول المرشد: من الرائع أنك أحضرت كاميرا جيدة معك، هذا أحد أجمل الكهوف في العالم، عليك إحضار أفضل المعدات لتصوير كل هذا الجمال. يركب مايكل والمرشد قاربا ويبحران بالقرب من ساحل جزيرة كابري في إيطاليا. لحسن الحظ لن يكون هناك أي خطر هذه المرة. يقتربان من شق صغير في الجبل، وهذا مدخل الكهف الأزرق. هذا الشق ضيق للغاية، فلا يتسع سوى لمرور قارب واحد. يدخل مايكل والمرشد إلى بعد آخر. الكهف مملوء بالمياه وتضيء جدرانه بالضوء الأزرق الذي يأتي من عمق البحيرة. يلتقط مايكل صورا للكهف ويلاحظ أن المدخل الذي دخل منه يضيء بضوء أبيض ساطع. إنه ضوء الشمس ينير الكهف مع دخوله إليه. وهناك فتحة أخرى للكهف تحت المياه، يدخل ضوء الشمس منها ويملأ البحيرة ببريق أزرق، لكن حان وقت المغادرة. الكهف التالي في نيوزيلندا. يصلان إلى الجزيرة الشمالية. هناك مكان تحت الأرض به كهوف ملتوية معقدة، وقد ظهرت هنا منذ 30 مليون سنة. يقترب مايكل والمرشد من مدخل الكهف المظلم، فيشغل مايكل مصباحا يدويا، لكن يقول المرشد: أطفئه، لن تحتاجه بالداخل. يدخلان ويفتح مايكل فمه من فرط الدهشة. يمتلئ الكهف كله بالمصابيح المضيئة، إنها كائنات حية، الخنافس المضيئة، وتسطع بضوء أزرق. يشعر مايكل كأنه في كوكب آخر.
يقتصر دخول الكهف على عدد معين من الأشخاص حتى لا تتضرر الخنافس المضيئة. يستخدم العلماء معدات أوتوماتيكية لمراقبة الكهف، فتدلهم على درجة الحرارة ومستوى ثاني أكسيد الكربون المناسب لحياة الخنافس المضيئة. إذا دخل الكثير من الناس إلى هنا، سيزيد مستوى ثاني أكسيد الكربون. مدة الزيارة محدودة أيضاً، لذا يطلبون من مايكل والمرشد المغادرة. يقول المرشد: الآن سنشاهد شيئاً مخيفاً، هل أنت مستعد؟ والمحطة التالية هي ولاية كاليفورنيا. يسمى هذا المكان كهف ماونينغ أو كهف لانين. يبدو الكهف عادياً من الخارج، لكن تبدو علامات القلق والخوف على المرشد. يربطان حبلاً إلى الحزام ويبدأان في النزول. يبعد القاع 50 متراً، أي أنه بارتفاع مبنى من 15 طابقاً. لا يبدو شديد الضخامة بالمقارنة بكهف الكريستال. وبينما يهبط مايكل للأسفل، يزداد البرد والظلام، وفي هذه النقطة يختفي كل الصوت الآتي من الخارج. يهبطان ببطء في هذا الصمت المرعب. يسأل مايكل فجأة: ما هذا؟ أعتقد أنني سمعت صوت أحدهم بالأسفل. يلمس المرشد شفتيه بإصبعه مشيرا لمايكل بالصمت. يسمعان أنينا بشريا طويلا وعاليا من عمق الكهف المظلم. في الثواني الأولى يتجمد مايكل، ثم يبدأ سريعا في تسلق الحبل. يضحك المرشد عليه. يسمعان أنينا آخر. يخرج مايكل من الكهف، ثم يسحب حبل المرشد ليساعده على الخروج. يقول المرشد إن هذا أحد أكثر الكهوف رعبا في العالم. يدور الهواء والرياح في عمق الكهف ليصنع هذا الصوت الذي يشبه الأنين. عادة ما يأتي السياح إليه ليدغدغوا أصابعهم. لقد وجدوا أيضا حوالي 100 هيكل عظمي لبشر قدماء في عمق الكهف، ولا يعرف أحد كيف وصلوا إلى هنا. لا يريد مايكل الرجوع إلى داخل الكهف، فيطلب من المرشد إخباره عن طريقة تكون الكهوف. ويتضح أن كل شيء يبدأ عندما تمتص الأرض مطرا حمضيا يتكون من الماء وثاني أكسيد الكربون. ينخر السائل في التربة حتى يلامس السطح الحجري الصلب. عندما يلمس الماء الحجر الجيري أو الدولوميت، يتسبب في تحللهما ويساعد في تكون مساحة خالية، ومع كل عام يزيد مقدار هذه المساحة. يواصل المطر الهطول والتراكم في هذه المنطقة المفتوحة، ثم يكون الماء مجرا أو نهرا تحت الأرض، وبعدها يبدأ تآكل الأحجار الصلبة. وبعد آلاف الأعوام يصبح مكانا كافيا لحجم إنسان، ثم يصبح هذا المكان كهفا، ويكون هذا التآكل بجانب نوازل وصواعد الكهوف غرفا وأعمدة مدهشة. بالمناسبة، هناك فارق بين النوازل والصواعد. تتدلى النوازل من السقف، وتخرج الصواعد من الأرض. يستغرق الأمر حوالي 1,000,000 عام ليتكون هذا المشهد الموجود تحت الأرض. لذا فإنك تتواصل مع الماضي العتيق لكوكبنا في كل مرة تدخل إلى إحدى تلك الكهوف. تعد القارة القطبية الجنوبية أكثر قارة نائية على سطح الكوكب، وبها 90% من الثلوج في العالم، إلا أنها تعتبر صحراء لأن معدل هطول الأمطار السنوي بها 20 سنتيمترا فقط. ربما لم تفكر قط في أنها صحراء عندما تنظر إليها بسبب لونها الأبيض ومظاهر الحياة البرية. لا تقتصر القارة القطبية الجنوبية على ما يظهر على سطحها، فهي تخفي الكثير في باطنها، بل وعلى سطحها أيضا. ظلت أطلانتس لغزا غامضا أمام البشرية. هل كانت موجودة حقا؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فأين تقع بالتحديد؟ تزعم إحدى النظريات أن حضارة أطلانتس ازدهرت في القارة القطبية الجنوبية عندما لم تكن مغطاة بالثلوج بعد، مع تعاقب العصور على الأرض ما بين العصور الجليدية والعصور ما بين الجليدية. يعتقد بأن القارة القطبية الجنوبية كانت في الواقع غابة استوائية. كشفت صورة حديثة من جوجل إيرث عن بعض الأطلال المثيرة للاهتمام مدفونة على مسافة عميقة في قاع بحيرة في القارة الجليدية. لا يمكن تحديد الحضارة التي تنتمي إليها تلك الأطلال بوضوح، لكن يعتقد بعض العلماء أنها تناسب مواصفات حضارة أطلانتس. تحتجز البحيرات المتجمدة في القارة القطبية الجنوبية كثيرا من تلك الأطلال. في 70ات القرن الماضي اندهش العلماء عندما اكتشفوا بحيرات كبيرة تحت الصفائح الجليدية في القارة المتجمدة.
يعتقد العلماء وجود أكثر من 400 قاع بحيرة تحت طبقات الجليد. على سبيل المثال تعد بحيرة فوستوك أكبر بحيرة تحت جليدية في القارة، وهي مدفونة تحت 3 كيلومترات من الجليد السميك. كذلك توجد كهوف جليدية زرقاء نقية مخفية أيضا. تظل المياه في تلك البحيرات سائلة بسبب مستويات الحرارة الجوفية المنخفضة في باطن الأرض. يعتقد العلماء أن عمر بعض البحيرات يصل إلى حوالي 15 مليون عام. نتحدث عن الأيام الخوالي، أليس كذلك؟ والآن من بين الظواهر الفريدة التي تحدث في القارة، يمكننا القول إن القارة القطبية الجنوبية بها أحد أغرب الشلالات في العالم. في عام 1911 فوجئ عالم جيولوجي أسترالي بما أطلق عليه شلالات الدم. وقف العالم مشدوها بتيار السائل الأحمر المتدفق من أحد التلال الصغيرة بالقارة القطبية المتجمدة. وبعد سنوات من الدراسة عرفنا أن اللون الأحمر ناتج عن ارتفاع مستوى الحديد في المياه. وتمكن العلماء من حل اللغز الأخير عندما اكتشفوا وجود بحيرة جوفية قريبة تحتوي على مياه مليئة بالحديد المؤكسد، مما تسبب في ظهور تلك الشلالات بلونها الأحمر الدموي. وبالحديث عن الألغاز، قد تبدو هذه الصورة غريبة للغاية. لماذا قد يحتاج أحد إلى سحب أموال نقدية في القارة القطبية الجنوبية؟ حسناً، إليكم بعض المعلومات التاريخية. أولاً، في عام 1956 أسست الولايات المتحدة الأمريكية محطة ماك موردو البحثية، أكبر مركز بحث علمي في القارة حتى الآن. وفي ذروة نشاطها استضافت محطة ماك موردو ما بين 200 إلى 1000 عالم. يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى الأموال لشراء القهوة والبيتزا وغيرها من احتياجات الحياة اليومية. عندئذ قرر بنك ويلز فارغو تركيب ماكينة صراف آلي هناك، ودخل البنك موسوعة جينيس للأرقام القياسية بهذه الطريقة. ماكينة آلة الصراف الآلي للبنك في محطة ماك موردو تقع في أبعد مكان في أقصى الجنوب في العالم، كذلك لأنها ماكينة الصراف الآلي الأكثر وحدة في العالم، إذ لا توجد أي ماكينة صراف آلي أخرى على بعد مئات الكيلومترات. درجات الحرارة المتجمدة في القارة القطبية الجنوبية تجعلها غير مناسبة لحياة البشر. في الواقع تعد القارة القطبية الجنوبية أبرد قارة وأكثرها جفافا وأسرعها رياحا على كوكبنا. يصل متوسط درجة الحرارة على طول الساحل إلى حوالي سالب 10 درجات مئوية، لكن عندما تتجه إلى المناطق الداخلية النائية يصبح الطقس أبرد من ذلك. تصل درجات حرارة الأجزاء الداخلية من القارة إلى حوالي سالب 57 درجة مئوية، لكن الجانب المشرق أن درجات الحرارة المتجمدة تتسبب في بعض الظواهر الفاتنة مثل فقاعات الجليد. تجمدت تلك الفقاعات من غاز الميثان داخل بعض بحيرات القارة القطبية. يتحرر الغاز عندما تذوب الأنهار الجليدية، لكنه يتجمد في منتصف الطريق قبل وصوله إلى السطح لنحصل على ذلك المشهد الغريب والجميل. أعتقد أن الميثان لم يبدو أبدا بمثل ذلك الجمال، أليس كذلك؟ منذ سنوات قليلة فوجئ العلماء بوجود فتحة عملاقة بحجم دولة هولندا في بحيرة قطبية جنوبية، أي بحجم بحيرة ميشيغان تقريبا. يطلق على تلك الفتحات اسم البولينيا، وهي ظاهرة طبيعية في تلك القارة. إلا أن هذه الفتحة هي أكبر ما رصده العلماء منذ 70ات القرن الماضي. تعد البولينيا فتحات ضخمة في الجليد تحدث معظمها على طول ساحل القارة، لكن هذه الفتحة كانت في بحر وودل بعيدا عن الساحل بكثير. ما زال العلماء يحاولون فهم كيف حدثت وما تأثيرها على المناخ في المنطقة. تبدو إحدى سمات القارة المتجمدة كأنها من صنع البشر، وأثارت العديد من النظريات حول أصلها، وأقصد بذلك تلك التكوينات التي تبدو تماما مثل الأهرامات التي شيدها البشر، أليس كذلك؟ الفارق الوحيد هو أنه تكوين صخري طبيعي موجود منذ وقت طويل، لكنه اكتشف للمرة الأولى خلال رحلة استكشافية في العقد الثاني من القرن الماضي، وظل سرا منذ ذلك الحين. عرف في الأوساط البحثية باسم الهرم، لكن اسمه العلمي الصحيح نوناتاك، وهو عبارة عن نتوء صخري يبرز عن نهر جليدي أو صفيحة جليدية. توجد قمم أخرى شهيرة في العالم تتخذ شكل الهرم، مثل قمة ماتر هورن في سويسرا. لذا نحن واثقون الآن أن ذلك ليس من صنع البشر. وتستمر قائمة الاكتشافات المذهلة للقارة المتجمدة. حلل برنامج ذكاء اصطناعي مجموعة من بيانات القارة القطبية الجنوبية، وتوصل إلى اكتشاف مذهل.
ربما يوجد ما يصل إلى 300 ألف نيزك غير مكتشف في حقل جليدي بالقارة. في الواقع تسقط النيازك على القارة منذ ملايين السنين، لكن لم نكتشف ذلك إلا منذ 110 أعوام فقط. ومؤخرا اكتشف العلماء نيزكا مريخيا في شرق القارة القطبية الجنوبية، وكان أكبر نيزك عثر عليه في آخر 25 عاما، ويزن حوالي 75 كيلوغراما. عادة ما يصعب علينا المزج بين النار والثلج معا، لذا أفترض أنك لن تفكر أبدا في أن القارة القطبية الجنوبية تحتوي بركانا نشطا، أليس كذلك؟ لكنه صحيح، يعد بركان الجبل إيربوس أقصى البراكين النشطة جنوبا في العالم، ويحتوي على صهارة سائلة وحمم بركانية تغلي منذ زمن طويل. في الواقع ينشط بركان جبل إيربوس منذ أكثر من مليون عام، وهو ثاني أعلى قمة بركانية في القارة القطبية الجنوبية بارتفاع 3600 متر. ذكرنا من قبل أن القارة القطبية الجنوبية لم تكن متجمدة دائما، لكن هل يمكنك تخيل الغابات المطيرة الضخمة تغطي القارة بأكملها؟ لا، ليست قصة خيال علمي بل حقيقة. أظهرت انطباعات أوراق الشجر والخشب المتحجر ما يشير إلى وجود غابات استوائية في المنطقة. كذلك كشفت بحوث الأحافير عن شيء مبهر، القارة القطبية الجنوبية هي موطن أقدم دودة في العالم. وفقا لقناة ناشونال جيوغرافيك، تكشف الأحافير الجرثومية التي عثر عليها في القارة القطبية الجنوبية عن فصائل ديدان منقرضة يرجع عمرها إلى أكثر من 50 مليون عام. يعتقد العلماء أن ذلك الاكتشاف في غاية الأهمية للمساعدة في دراسة بعض العلاقات التطورية، والفضل في ذلك هو تجمد تلك العينات لآلاف السنين. تشهد القارة القطبية الجنوبية تنوعا بيولوجيا ثريا، تعيش هناك البطاريق والدببة القطبية والفقمات وغيرها من الحيوانات، لكن تعيش في مياه القارة القطبية أيضا فصائل نادرة ومذهلة من الأسماك، لعل أشهرها هي الأسماك الشفافة، وهي فصيلة في غاية الغرابة والجمال. اضطرت تلك الأسماك إلى التكيف للنجاة في حرارة المياه الباردة في القارة القطبية، لذا تحولت إلى كائن فريد. إلى جانب جسدها الشفاف، تمتلك تلك الأسماك دما شفافا أيضا، مما يجعلها شفافة بالكامل، وذلك لأنها تفتقر إلى بروتين الهيموغلوبين الذي يمنح الدماء لونها الأحمر. أمر مذهل، ليس كذلك؟ عندما تفكر في القارة القطبية الجنوبية، لعل أول ما يخطر ببالك هو الجبال الجليدية، لذا إليك بعض المعلومات الطريفة عنها. هل تعرف أن متوسط عمر الجبال الجليدية حوالي 3000 عام؟ تعد القارة القطبية الجنوبية إلى جانب غرينلاند إحدى المصادر الرئيسية للجبال الجليدية في العالم. يمكن أن يصل عمق الجبل الجليدي إلى 180 إلى 210 أمتار تحت سطح المياه، ويكون حوالي 90% من الجبل الجليدي مخفيا تحت المياه. ومن هنا جاء تعبير قمة الجبل الجليدي للإشارة إلى جزء بسيط من الصورة الكاملة.